نشوف مع بعض النقطة رقم 8 في الماضي المستمر. روابط، بس مش روابط زمنية، روابط هنلاقيها بتجيلنا في كل الأزمنة، اللي هي كلمة because أو as أو since، اللي هو بمعنى لأن. بيجي في الكلام بعدهم إيه؟ سبب. وقبلهم إيه؟ نتيجة. طب إيه اللي بيحصل الأول، السبب ولا النتيجة؟ السبب بيحصل الأول، فالسبب هيكون زمن إيه؟ ماضي مستمر. وإحنا قلنا قبل كده أن الماضي المستمر دايما حدث إيه؟ أول. يبقى السبب حدث أول والماضي المستمر حدث إيه؟ أول. طب اللي بعدها الماضي البسيط بيكون نتيجة، نتيجة حدث تاني، والماضي البسيط برضو خدنا أن هو حدث تاني. يبقى الروابط بتاعتي because أو as أو since، هيجي بعدهم سبب اللي هو الحدث الأول اللي هو الماضي المستمر، قبلهم النتيجة اللي هو زمن مين؟ الماضي البسيط. طيب وهنقول ايه كمان في الحته دي، لان انت هتاخد الثلاث روابط دولت في ازمنه كتير، هنستخدمها مع الماضي البسيط والماضي المستمر لما يكون عندك حدث عطل حدث، فعل عطل فعل. ازاي؟ انا كنت بذاكر فانا ما قدرتش اقابلك. ما قدرتش اقابلك ليه؟ لان انا كنت بذاكر، يعني في حدث عطل حدث. انا ما قدرتش ارد على التليفون، انا كنت بذاكر، انا كنت بصلي. يبقى معنى كده حدث عطل حدث. يبقى استخدم مع الروابط دي قبلها ماضي بسيط الحدث اللي اتعطل، وبعدها ماضي مستمر الحدث اللي ايه اللي عطل. فتعال نشوف مثال على الكلام ده كده. I didn't meet you، انا ما قدرتش اقابلك. Because I، لان انا كنت بعمل حاجة. يبقى الحدث اللي هنا هو الحدث اللي عطل، يبقى الحدث الاول، يبقى هيبقى زمنه ايه؟ ماضي مستمر. يبقى استخدم في الكلام كلمة was studying.